وده النيشه بتاع بحري فيها زوجته وبنته تقريبا، او زوجته وامه. لا، زوجته وامه، زوجته وامه، لانه طبعا هنا مكتوب موت اف. تمام يا جماعه، عشان بس يبقوا عارفين اللي معاه في النقش مين. هنا مكتوب موت اف يعني امه. تمام، فمعاه في المقبره، وهنا طبعا زوجته. تمام، معاه امه وزوجته. ده شكل المقبره. وادي النيشه اللي فيها التمثال بتاع ضاحري وزوجته. وطبعا ده الباب اللي تم استحداثه حديثا، والاضافات اللي تمت، اللي طبعا شايفين مدمر في النص نفسه، مكسر فيه النقوش نفسها بتاعت المقبره. هنبدا مع مناظر مقبره ضاحري. طبعا على الجدار الشرقي على يمين مدخل المقبره، وانت بره خالص لسه على الباب، نجد تمثيل لبحاري راقع وذراعاه الاثنين مرفوعتان ناحيه الجنوب، ولابس مئزر صغير كده لحد الركبه، وبعد كده شفاف لحد تحت الرجلين، والنقش فوقه تالف لكن يمكن ترميمه، وده ترتيل مقدم للمعبوده نخبت، وبيقول فيه: تحيه لك يا سيده فم الواديين. ده اسم المعبوده نخبت وسيده السماء، اللي هو المنظر اللي قدامنا ده. ده في الفناء المفتوح بره، وانت امام المقبره لسه. وفي تضرر الجزء المتبقي من الوجه بشده، لا سيما طبعا بعمتي الباب اللي بيحيطوا بالمدخل، وبيحمل نقش يبلغ طوله تقريبا 3 امتار في الارتفاع، وبتحتوي على صلوات لمختلف المعبودات، وبتشمل صلوات من اجل القاء بتاعت ضاحري المطهر او صادق الصوت او المتوفى. وطبعا على اليسار برضو في عمودين موجهين للمعبود امون رع: بيسالان الانفاس رياح الشمال الناعمه. نفس الكلام اللي كان موجود في مقبره احمس ابن ابانا. والجزء الثاني تالف بشكل ما يقدرش ان احنا نفصل معاه النص بصوره صحيحه. على اليمين وانت داخل، ثلاث اعمده بتخاطب نخبت وحتحور وربما أزير، لأن برضو فيهم تشققات. في البداية مكتوب سيدة السماء، إنها تعطي كل شيء الجيد لمائدة القرابين، يعني من أجل إلقاء بتاع المتوفى اللي هو بحري. في العمود الثاني نفس الشيء تقريبا يعني، والعمود الثالث بيتضمن صورة النسر المحنط مرتديا التاج الأبيض لصعيد مصر، وبيعرفها البعض على أنها، البعض بيقول عليها أن هي نخبة يعني، وهي طبعا مرتبطه بمدينه ناخن، اللي هو ضاحري اصلا كان العمده بتاعها. نقبل بس الناس اللي موجوده، الاستاذه ساره والاستاذه نعمه. بعد كده اله اخر مفقود، جزء منه مفقود يعني، برضه بيسال برضه ان هو يعطوه كل شيء جميل يعني للقرابين بتاع ضاحري. وفوق هذا النقش طبعا طمس بعض النقوش الاخرى، وكان بيبتد طبعا المفروض ان بيحتوي على المدخل بتاع الباب بالتاكيد على بعض النقوش اللي هو الجزء ده. صوت يا جماعه بعد اذنكم فتح المايك. والجزء ده كان المفروض ان هو بيحتوي على نقوش. الجدار الجنوبي في القسم الشرقي منه بتاع المقبره، وانت لسه طبعا ده الباب اهو، ده الباب اهو بتاع المقبره، وانت داخل كده ده الجدار الجنوبي، ده الجدار الجنوبي، وطبعا ده اعاده رسم للجزء ده. بيظهر باحري مرتديا مئزرا، بيستقر طبعا لحد الركبه، وبعد كده في مئزر ناعم او شفاف موجود اهو معانا في الجزء اللي تحت ده، اللي هو هنا اهو في الرسم باين هنا اهو، ده مئزر تاني شفاف. بيستقر تحت شويه عنه، وطبعا ما زالت اهميه القطع بتاع القماش اللي هو ماسكها في ايده، اللي احنا شايفينه ماسكها هنا في ايده دي، وكان ماسكها بايده هو في مقبره جده احمس ابن ابانا، وكان ماسكها ابوه بحري برضه، وهو بيقدم يعني اهميتها مش مفهومه بالشكل الكامل. وفي ايده الشمال ماسك عكاز، وده بيعبر عن وظيفته ان هو ليه وظيفه يعني. وبيكمل العمود الهيروغليفي التالف صوره لمغادره القبر باعلان الخروج الى الارض لرؤيه القرص، المفروض ان هو قرص الشمس يعني. وطبعا بيفترض ان ده جزء الاخر من الجدار، الجزء الثاني يعني اللي كان قصاده، كان فيه بقايا مركب مماثل لبحاري، وبرده على المستوى بتاع العتب اللي فوق اكيد كان اللي هو الجزء ده كان فيه نقوش، لكن للاسف ما هيش كامله. ويمكن المنظر ده كله بيستحضر الموضوع بتاع الحج الطقسي
الى ابيدوس، الحاج اللي كان موجود في مصر القديمه ومشهور ان هو بيكون لمدينه ابيدوس. الجدار الغربي زي ما احنا شايفين بحيري واقف اهو وماسك الصولجان بتاعه وماسك العصايه اللي بتعبر عنه وكام موظف، وشايفين الناس اللي حواليه اللي هم الخدم بتوعه اللي واقفين وراه، اللي ماشي وراه وشايل له الكرسي بتاعه اللي هو يقعد عليه، واللي شايل الاكل، واللي شايل يعني الحاجات اللي هو يستخدمها، لانه راجل رايح يقعد زي ما احنا شايفين في المنظر اللي تحت وهو قاعد. الكرسي ده فين؟ هنا فوق ماسكه الموظف اللي هو الموظف اللي ماشي وراه. شايفين الثلاث اشخاص مصورين تقريبا حجمهم قد حجم بحري، هل هم دول كانوا اقزام بحري كان عملاق ومقاوم عاد والكلام اللي بنسمعه وبنقراه، ولا الناس اللي قدامه دي؟ لا طبعا ده منظر فني وبيعبر عن مكانة صاحب القبر. قدامنا شايفين المنظر مقسم الى ثلاث تقسيمات، ثلاث سطور، ثلاث خطوط. المشهد اللي هو فوق ده الجزء اللي احنا هنتكلم عنه، الجزء العلوي اهو متقسم الى ثلاث تفريعات زي ما احنا شايفين كده، بيمثلوا الزراعه ووقت الزراعه ووقت الحصاد. ده بيحرط الارض والناس بترمي التقاوي وراه وبيزرعوا، وفوق بدأ يجمع المحصول او بيحصد المحصول بتاعه، زي فينا بيربط القمح اهو الناس بتجمع القمح، وهنا الراجل واقف بيدروا القمح، واقفين بيعملوا تدريه القمح يعني اللي هو بيطحنوا القمح بتاعهم وبيجهزوا القمح عشان يخش الشوان والكلام ده، والراجل واقف بيتابع وكأنه قاعد طول السنه بيتابع اعمال الزراعه والحصاد اللي هي بتعود لوظيفته كموظف كبير ومسؤول عن الكلام ده. وطبعا الجزء السفلي هنا ليه مقسوم برضو نصين، النص ده بحري قاعد بيتابع عمليه المراكب وهي طالعه ونازله في الدلتا والصعيد ووزن المعادن والكلام ده، هنتكلم عنهم بالتفصيل، هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. وطبعا بيكاتب هنا فوق مشاهد مختلفه بتمثل الزراعه، وبتبدا نشوف الزراعات البلاد على مدار السنه وذكر الحياه الدوريه للبلاد على هذه الجدران ومشاركه امل الابديه لبحري طبعا في التماثيل المشتركه اللي هي بتاعه الحصاد والكلام ده. ده بالنسبه للجزء العلمي. ده برضه هو نفس الصوره بتاعه الجزء اللي فات، النقش في المجالات الزراعيه والحبوب، بتشغل الزراعه لوقت الثلاث سجلات اللي هو وقت الزراعه ووقت الحصاد وبعد كده الجني الثمار عفوا، وبعد كده وقت طحن المحصول اللي هم بيعملوا القمح وبيدروه، والموظف قاعد فوق بيسجل اللي هم بيعملوه، ومنظر التزريه الجميل ده. وزي ما احنا شايفين طبعا بحري واقف لابس الباروكه بتاعته المستعاره بتاع شعر المستعار ولحيته القصيره، وماسك في ايده العصايه بتاعته، واقف وراه ثلاث موظفين شايلين الحاجات اللي هو هيستخدمها في الجزء بتاعه. طبعا يكون العلاج طبعا بتاع النقش هنا غير معتاد، شايفين في هنا مشكله في الجزء ده، في تشقق في الحيطه هنا اهو، شايفين التشقق الموجود ده، ويمكن الشكل ده بسبب النحت اللي اتعمق كثيرا فعمل المشكله دي، سواء طبعا الجدران اللي كانت من الحجار الرملي الحجر الرملي، وبعد كده بداوا يعملوا له حشوات عشان يكملوا الوجه بتاعه، والنحت اللي ظهر فيه شكل غير معتاد عشان تعرفوا طبيعه الحجر الرملي كانت عامله ازاي. طبعا واقف ورا بحري ثلاثه من المساعدين بتوعه، واحد فيهم بيحمل حقائب واقمشه والكراسي بتاعته اللي هو هيقعد عليها يعني، وبيشير النقش المصاحب لهذا التمثال الى تتبع الفصول، انظر فصل الصيف وموسم الشتاء وجميع اعمال الحقول التي قام بها امير نخل الذي يتصرف اثناء تفتيش الاراضي الجنوب، اراضي الجنوب المطهر او الصادق الصوت او المتوفى الكاتب كاتب الحبوب باحري. يعني بيقوم الراجل بيتابع الاعمال بتاعته. هنا بقى مشهد جميل جدا عباره عن العجله الحربيه وفوقيها الراجل السائق بتاعها، وطبعا في هنا حصانين، ما هوش حصان واحد، حصان لونه احمر هو الحصان الثاني لونه اصفر، وشايفين الذيول بتاعه الخيول العربيه الاصيله، وهنقف عندها وقفه كامله جدا في المقابر بتاعه تل العمارنه. والسائق بتاعها ماسك بزمامهم والصوت في ايده الثانيه، وفي اليد الاخرى شايل القوس بتاع سيده اللي هو القوس والسهم يعني، وبيتحدث بيتكلم الخيول بيحاول يهديها، هنا بيقول لها بيحاول يهدي الخيول بتاعته، فبيقول له ايه؟ خليك هادي ما تتعصبش وما تكونش ما تعصاش كلامي، انت فرس جيد وفرس كويس وسيدك بيحبك والذي يمكن للامير الاعتماد عليه مهما كان الامر. يعني الامير اللي هو باحري بيعتمد عليه مهما كان الامر. هو الراجل بيعمل ايه؟ بيكلم الحصان بيكلم الخيول بتاعته يقول لها خليكم هاديين واسمعوا الكلام عشان اللي هو باحري الامير بتاعكم بيحبكم صاحبكم يعني بيحبكم، وانت خيل كويس وممكن الامير يعتمد عليك في كل وقت يعني في وقت السلم وفي وقت الحرب. ده حديث، حتى الحديث اللي بين الراجل وما بين الخيول هو مكتوب وبيقول لك هو بيقول ايه.
بعد كده في 3 سجلات بتلخص اعمال الحقول زي ما قلنا، المواسم بتاعه السنه، وهكذا يستحضر تعاقب الاشهر والسنوات، وبالتالي الخلود اللي ممكن باحر بيطمع عليه ان هو يفضل حتى وهو في قبره بيتابع مصر وهي بتزرع وهي بتحصد وهي بتجني الثمار بتاعتها، فكانه بيطمع الى الخلود فقاعد بيتابع الموضوع بتاع الحصاد والزراعه. بعد كده المشهد اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، المشهد اللي هو في الجزء اللي هنا ده اللي هو كده، الجزء ده، الجزء ده المراكب والوزن بتاع المعادن. طبعا هنا الراجل قاعد بيستلم الذهب، وكانت بعض المناجم بتاعتنا موجوده في الصحراء في الجنب الشرقي، وكان على المعدن ان هو بيصل للنيل بالقارب من الكاب، بيجي راكب بالقارب بتاعته وبالتالي بيوصل ليه حد الولايه بتاعت باحري، وبيجلب قائد المنجمين زي ما جاب الذهب بتاعه واقف بيوزنه، وزي ما انت شايف كده الذهب المعادن هي الحلقات بتاع الذهب، وبيوزن وادي الكاتب، الراجل قاعد بيسجل الحاجات اللي هم بيوزنوها، وموجوده طبعا في اكياس زي ما انت شايف كده، دي الاكياس اهي اللي موجود فيها المعادن عشان يتوزنوا ويعرف الكلام اللي موجود فيهم ايه، وبيتم وزنها مقابل اوزان على شكل زي ما انت شايف ده ميزان اهو، في الميزان اهو، وثقل على شكل طور، على شكل طور، ورجل طبعا راقع اهو عشان يشرف على المؤشر بتاع الميزان ويقول ايوه كده اتظبط كده مش عارف ايه. فده تقريبا كانت وحده وزن كانت موجوده في مصر القديمه. وهنا شايفين بقى الجماعه اللي هم العمال بتاع المركب نزلوا الذهب اتوزن، وبيشيلوا ايه؟ بيشيلوا بضايع عشان يطلعوها المركب بتاعتهم، هنشوفها دلوقتي الصوره اهو، بيشيلوا بضايع على الكلام. طبعا النص مشوه للغايه، مكتوب استلام الذهب من قاره عمال المناجم، واستلم ما امر به الامير باحري، الموظف يعني بيكتب الذي ينتبه دون تعب ولا يفشل فيما هو مؤتمن عليه طبعا من قبل الملك. على اليمين طبعا بعد المشهد وزن المعادن او الذهب، في سفينه تمت السفينه بتاعه الوظيفه بتاعه باحري مرتين، مره وهي طالعه صعودا لمصر، ومره وهي نازله هبوطا في النيل، وهي طالعه فاردين السواري بتاعتها عشان تطلع مع الرياح، وهي نازله بيطوي الصيريه عشان المركب كده كده بتنحدر مع مياه النيل كده، وهو صاعد كده المركب وهي عامله ايه؟ المركب كده في حاله صعود. ليه؟ عشان هو فارد القلع بتاع المركبه او الشراع عشان الهواء يعبي فيه. ملاحظين حاجه هنا؟ العجله الحربيه بتاعت بحيري اهي فوق اهي، العجله الحربيه اهي، العجله اللي هي بتاعته اللي هو بيركب فيها بتاعت بحيري. وواحد هنا واقف اهو راجل من العمال بيميل بيملى اناء من الاواني عشان يعمل ايه؟ يسقي الناس. وشايفين هنا بقى ده القائد بتاع السفينه واقف فوق اهو بيوجه العمال، لا قدفوا شمال قدفوا يمين، وهو بيتحكم كمان في الساريه عشان يغير الاتجاه بتاع السفينه. وعلى اليمين برضو في والجزء ده اهو كمان صوره تانيه للمركب كده بقى، المركب وهي نازله، المركب كده نازله مش طالعه ليه؟ خلاص هم طووا القلع بتاع المركبه خلاص لموه، فكده المركب ايه؟ نازله. وواقف هنا راجل اهو ماسك العصايه بتاعت المقياس بيقيس بيه الميه عشان يعرف مساحه الميه قد ايه، والاخ اللي كان واقف فوق برضه ما زال بيشرف على عمليه ان هو يحرك المركبه شمال ويمين، وادي برضه ما زالت العجله بتاعت ظاهري حاطينها له معاه عشان يتحرك بيها شمال ويمين، وادي الجماعه اللي بيقدفوا بالمركب. يبقى دول تصويرين للمركب، واحد هنا اهو والتاني قصاده. المركب بتصور واحده صعودا واحده نزولا، دي وهي صاعده للجنوب ففارد الشراع بتاع المركبه عشان يطلع مع الرياح، وده وهو نازل. وحتى لو انت ملاحظ ان المصري القديم، عشان الراجل ده كان فنان يا جماعه، ما كانش واحد ساحر ولا مشعوذ ولا واحد عايش في التوب الديني والكهنوتي والكلام ده، هو شوف هو ملاحظ هنا هو راسم، راسم موج راسم نهر النيل ازاي؟ شايفين رسمه ازاي؟ رسمه منحدر، رسمه مايل من الجنوب للشمال، وفعلا نهر النيل جيولوجيا كده، نهر النيل جيولوجيا عالي في الصعيد وواطي في الدلتا، ارتفاع نهر النيل في اسوان 97 متر، وعند القاهره صفر، وفي بطن الجاموس في المنيا 57 متر، يعني نهر النيل كل ما تيجي من الجنوب للشمال كل ما مستواه بينحدر، انحداره بينحدر بينحدر، فهو اعلى في الجنوب ومنخفض في الشمال، نازل بميول عشان كده الميه بتجري من الجنوب للشمال. الفنان نفسه وهو راسم، راسم الميه بتجري من الجنوب للشمال، راسم النهر النيل نازل مايل من الجنوب للشمال، وهو نازل من الجنوب الجماعه واقفين بس بيحضنوا كده بالمجاديف بتاعتهم، وهو نازل الراجل مع الميه ولم بس المقداف بتاعه او عفوا الشراع بتاع المركبه، لكن هو صاعد عمل الشراع، فرض الشراع زي ما انتم
شايفين كده، هو راجل واقف فوق بيقدف وبيعدل المركبه بتاعته، وادي واحد هنا قاعد ماسك الحبل بتاع الشراع عشان يوجهه يمين وشمال، والاخ الثاني هنا برضه بيساعد في ربط الشراع، وادي جماعه المؤدبين، وده البرنس اللي قاعد بيتابع العمليه بتاعه التاليف، وطبعا دي الكابينه بتاعه القياده، وفوقيها العجله بتاعه ظاهري واقفه هنا ورا الشراع، والاخ ده اللي بيمد ايده في الميه بيملى ميه عشان يسقي الجماعه البحاره. بعد كده مشهر منظر لباحري وزوجته قاعدين تحت المظله، ارتفع في منتصف الجدار، وبيكتمل المشهد وبينتهي بيلخص الانشطه بتاع الزراعيه بتاعه العنب. العمال اهو بيجيب بيحضروا العنب، بيجنوا العنب وبيحضروه او بيجمعوه هنا اهو، بيحطوه في اواني، وبعدين العمال دول بيشيلوه ويدونا للجماعه اللي بيبداوا يعصروا العنب، يعملوا عصير العنب، بيحضروه طبعا وبيدوسوه الرجاله برجليهم عشان يعصروا العنب اللي هو بتاعهم ويطلعوا منه النبيذ اللي كانوا بيشربوه. وبعد كده بيتم وضع النبيذ في الجرار الى جانب طابعه الزراعي طبعا، وبيحمل هذا المشهد ايضا دلاله دينيه، طبعا النبيذ ليه دلاله دينيه جدا ومتعلق بالموضوع بتاع المعبود اوزير، العنب وعصره والكلام ده بيرتبطان بالمعبود اوزوريس، وبيرتبطوا كمان بفيضان النيل، وتم ربط دم الاله المقتول بالمياه الاولى للفيضان، ولانه طبعا كان لونه احمر بسبب لون نفس لون العنب، بسبب طبعا الطمي الحديدي اللي كان بينتقل من النيل قادما من عطبره من السودان. وبعد كده المشاهد اللي احنا شايفينها اللي بتتم عمليه الزراعه.